مدارس الأكنان الأهلية، أحد المؤسسات التعليمية المتميزة، طورت مدارس الأكنان المبنى المدرسي، الوسائل التعليمية، المناهج الدراسية، الأنشطة والفعاليات، كونها المحاور الأربع الرئيسية التي تجعل من كل مدرسة بيئة تعليمية جاذبة ومتميزة. ما يميزنا تطوير البيئة التعليمية، حيث حولت الفصول إلى قاعات ذكية مخصصة لكل منهج على حدة، نظام القاعات للمرحلة الابتدائية، الأنظمة الإلكترونية. تستخدم مدارس الأكنان الأهلية ميزة الفصول الافتراضية، وهي بيئة للتعلم تتم في فضاء افتراضي، الهدف منها تسهيل الوصول إلى الخبرات التعليمية المتطورة عن طريق الأجهزة الذكية والمساهمة في جودة وفعالية التعليم بفضل الأدوات والتطبيقات المساعدة. التعليم الذكي مع كلاسيرا للتعليم، مناهج إثرائية تعليمية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، فعاليات وأنشطة تعليمية ترفيهية للمرحلتين. يمكنك الآن التسجيل خلال هذا الأسبوع والحصول على خصومات ممتازة. سجل الآن.